انطلق اليوم في الرياض منتدى الأسرة السعودية لمناقشة 3 محاور تشمل أدوات تمكين الأسرة من اتخاذ القرارات في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومسؤولية الأسرة تجاه البيئة والمجتمع والاقتصاد، إضافة لدورها في تنمية رأس المال البشري. وأوضحت الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة دكتور هالة تويجري أن المنتدى يجمع خبراء محليين ودوليين تم استقطابهم من عدة منظمات دولية. المنتدى هذا العام ولله الحمد منتدى دولي، فيه حضور وفيه مشاركين من عديد من الدول وكذلك من المنظمات الدولية، ويقام على مدى يومين بإذن الله تعالى وفي أكثر من جلسات. المحاور الأساسية تركز على تمكين الأسرة من اتخاذ قرارات مستنيرة في ظل كل هذه المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية اليوم، وأيضا مسؤولية الأسرة تجاه البيئة، تجاه المجتمع، تجاه الاقتصاد، وكذلك تجاه أبنائها. حرصنا في هذا المنتدى على أن يكون هناك تكامل وشراكات تفاعلية يعني تحقيق التكامل والإثراء هذا المنتدى بالخبرات وتبادل الخبرات، سعيا إلى استخلاص توصيات ومقترحات فاعلة نستطيع أن نبني عليها خططا قادمة بإذن الله.